مدينة شيان هي واحدة من أهم وأعرق المدن التي زرناها في الصين، وفيها الكثير من المعالم السياحية الهامة. أيضا هي تعتبر مركزا تجاريا واقتصاديا هاما جدا، ومركزا علميا ومنبرا للجامعات وأعرق الجامعات الصينية، يعمل الآن على إنتاج المزيد من العلم والمعرفة. وهي أيضا منطلق طريق الحرير القديم، هذا الطريق الهام الذي يمثل مشروعا من مشاريع القرن، المشاريع المهمة التي ستؤتي الكثير من الخيرات لكل الدول التي تقع على هذا الطريق والدول المشتركة فيها. انطباعاتي كانت إيجابية جدا عن هذه المدينة، ونحن اليوم زرنا هذا المكان التاريخي والأثري الكبير، وفيه جنود الطين، هذه الجنود المؤلفة التي صنعت بدقة متناهية تعكس مدى ذكاء الإنسان الصيني ومدى قدرته على البناء. هذه التماثيل الجميلة التي تمثل في معتقدات الإمبراطورة القديمة شيئا هاما، لابد أنها معلم سياحي مهم يجذب الكثير من السياح الأجانب والعرب والصينيين أيضا. انطباعاتنا عنها إيجابية جدا، وهي جميلة وهناك عناية خاصة بها. نتمنى أن تكون الصين وكل الشعب الصيني بخير، وأن تبقى هذه الحضارة متواصلة ومستمرة، فهي ممتدة لأكثر من 5000 سنة.